المؤامرة القطرية ضد الأردن تتكشف يوما تلو الآخر على وتيرة ظاهرة الخريف العربي عاد التخريب القطري. الاحتجاجات التي عصفت برئيس الوزراء هاني المرقي لم يكن الاقتصاد فقط الدافع الحقيقي الوحيد وراءها، فالدوحة المعزولة عربيا ودوليا حاولت هز استقرار الأردن، لكن لماذا الأردن تحديدا؟ الجواب: دور الأردن القوي بالملف الفلسطيني ووقوفها بقوة في محاولات تغيير ديمغرافية فلسطين في وقت تحاول فيه قطر إحكام سيطرتها على القضية، فضلا عن هزائم إخوان الأردن المتلاحقة بالانتخابات. لكن قمة مكة المكرمة أحبطت المخطط وفوتت الفرصة على الدوحة.